طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الاثنين 8 مارس 2021، يسعدنا ويسرنا انه يكون اليوم الثاني من الورش الاونلاين لمجموعة الباحثين السودانيين، بحيث تناقش مشروعات قوانين المفوضيات، وهي دعوة جاءت من وزارة العدل، تلقيناها وتلقفناها نحن عبر وكالة السودان للأنباء في فيسبوك. الثلاثة مشروع مفوضيات المطروحة للنقاش هي مكافحة الفساد، وده تم نقاشه أمس واللايف محفوظ في مجموعة الباحثين السودانيين، وكذلك في قناة الباحثين السودانيين على اليوتيوب. وباقي مفوضيتين، مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية ومشروع السلام. اليوم إن شاء الله هنناقش مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية سنة 2020، وبكرة الثلاثاء إن شاء الله في نفس التوقيت 7 مساء بتوقيت السودان هنناقش مشروع قانون مفوضية السلام 2021 وليس 20 اللي موجودة في التصميم. فهنبدأ نحن بس بتعريف بسيط جدا جدا عن مجموعة الباحثين السودانيين للناس اللي ما عندهم فكرة عنها سابقا. طيب، مجموعة الباحثين السودانيين يعني تأسست سنة 2009، يعني الآن عمرها 12 سنة، وهي مؤسسة سودانية علمية تطوعية غير حكومية وغير ربحية، تهدف لخلق منصة مشتركة للتفاعل بين المتعلمين والباحثين، لتأسيس ودفع زخم البحث العلمي والتعليم في السودان. عندنا يعني أنشطة متنوعة بتصل لأكثر من 30 نشاط مختلف بيقوموا عليها فرق بتاعت عمل، ورش بتاعت عمل، وفرق متطوعة، وفي مجلة علمية محكمة وإلى آخره من الأنشطة، التعليم الإلكتروني. وكان عندنا منصة في ميدان اعتصام القيادة العامة، المنصة دي طلع منها 112 فيديو لمحاضرات مختلفة. من ضمن المحاضرات التي كانت قدمت كان محاضرتين عن المصالحة المجتمعية ومحاضرة عن العدالة الانتقالية، والمحاضرتين قدموا لنا الخبير والاستاذ الكاتب ابو بكر ابو البشر، وهو لحسن الحظ موجود معانا الليله عشان نناقش موضوع العداله الانتقاليه. فمرحب بك يا استاذنا ابو بكر. انا يا اخواننا الـ 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 اي شخص هنا بيحق له انه يتكلم، بس رجاء لو ما بتتكلم ممكن تعمل ميوت لنفسك، وممكن تعمل ان ميوت لنفسك في اي لحظه يعني. فمرحب بك استاذنا ابو بكر، يا ريت بكر لو عملت ان ميوت لنفسك. يا ريت تعمل ام ميوت لنفسك، في اضغط على ام ميوت. ايوه نعم، ومرحبا بك، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. والله انا بخير والحمد لله. هو بس مع القفله ده انتو يمكن هناك شويه في شويه طريقه بتاع الحركه، لكن احنا هسه يعني من شهر 3 الفات مقفلين في البيوت يعني، فرأيت الحمد لله. وشكرا لك يا أخي على الدعوة ده، وإنك ذكرتنا، وعلى الأقل نساهم بقدر المستطاع في ما يخص بأمر السودان يعني، والمشاكل الموجودة فيها وكده المستاصية. فزي ما تفضلت، أنا حقيقة ياهو يعني ناشط وكاتب، وحاسه برضو عندي كتاب جديد ده بالانجليزي عن الفيدرال سيستم، هيطلع قريب ان شاء الله. وانا حاسه بس بقرا انا للمره الثانيه، وفي اخوه قروها لي وحرسلوا للببلشر وكده. ممتاز. طيب، انا دا اسال سؤال، بما انك انت الخبير يعني في موضوع المصالحه المجتمعيه والعداله الانتقاليه. سوري غدن. اوكي، دا نعرف بس مشروع القانون ده، هل تم مشاورتك فيه؟ وهل في زول دعاك لتيبل بتاع نقاش وتعرف انه دارين ناخد قانون ولا كده؟ هل عندكم اي رابطه بتاعت الناس المختصين في الموضوعات دي ولا كده، ولا ما في؟ ابدا، ما فيش حد يعني ناقشنا فيه في انه هذا المشروع، ولا اخترنا به، لان انا بفتكر انه
أول حاجة آسف شديد إنه أخذت هنايا التيبل ده بالمقلوب، كنت مفتكر إنه الليلة الفساد وكنت مركز عن مسألة الفساد وكده، بس قريت هسه قبل ساعتين فقط، يهو قريت المشروع نفسه وقريت بعدها برضه راجعت أنفسي من الكتابات السابقة فيما يخص بالعدالة الانتقالية وكده. لكن في بصفة عامة أنا بتخيل إنه الناقص فيه في المشروع ده يعني احنا هنمشي عليه طبعا. الكرايتيريا بتاعتنا كالتالي، نعم احنا بنجيب بنستعرض مشروع القانون بتاع المفوضيه نفسه، بنقراه قرايه على اساس انه في ناس يعني بيقروا باذانهم، ونحن بنوفر الكلام ده في مجموعه الباحثين، سواء خاتين في الكونسيدريشن بتاعنا انه برضه مواطنين وعندهم الحق. فبنقرا القانون والحمد لله انه يعني ما طويل، هو 9 صفحات فقط، بتاع امس كان كم 20 صفحه. فهنقرا القانون وهنقوم نعلق عليها فتره فتره، فقره فقره، يعني بناخد انبوت من كل الناس على اساس انه الفيديو ده نفسه احنا بعدين بنشيله وبنرسله للايميل التي اتاحته وزاره العدل على اساس انه تسمع فيه المقترحات والنقاشات. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع قانون مفوضيه العداله الانتقاليه سنه 2020، عملا باحكام الوثيقه الدستوريه للفتره الانتقاليه 2019، اصدر مجلسا السياده والوزراء في الاجتماع المشترك ووقع مجلس السياده القانون الاتي نصه، ده على اساس انه المشروع خلاص يعني دي نهايته. الفصل الاول احكام تمهيديه، اسم القانون وبدء العمل به. واحد، يسمى هذا القانون قانون مفوضيه العداله الانتقاليه سنه 2020 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تفسير نمره 2، في هذا القانون ما لم يقتضي سياق معنى اخر، الامانه العامه تقصد بها الامانه العامه المفوضيه المنشأة بموجب أحكام مادة 13، الانتهاك يقصد به كل تعدي يشكل انتهاكا جسيما أو ممنهجا للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو انتهاكا خطيرا للقانون الدولي أو الإنساني مورس من قبل أجهزة الدولة أو من قبل مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها أو بعلمها، وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان قامت به مجموعات منظمه. جبر الضرر يقصد به التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار للضحايا واعاده تاهيلهم وادماجهم. رئيس المفوضيه يقصد به رئيس مفوضيه العداله الانتقاليه المشار اليه في الماده 4.1. الضحايا يقصد بهم الاشخاص الذين مسهم ضرر، افرادا كانوا او جماعات، بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناه النفسيه او الخساره الاقتصاديه أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين مسهم ضرر لقرابتهم للضحية، وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك. العدالة الانتقالية يقصد بها مجموعة متكاملة من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس هذا القانون وتعزيز حقوق الإنسان. كشف الحقيقة يقصد بها عملية تحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عنها، وذلك من خلال اعتماد جملة من الوسائل والإجراءات والأبحاث. المساءلة والمحاسبة يقصد بها مجموعة الآليات والمبادرات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو المسؤولية. المصالحة يقصد بها كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها رفع النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية وإعادة ثقة المواطنين بمؤسسة الدولة وببعضهم البعض كمواطنين وكأصحاب حقوق، ولا تعني بأي شكل من الأشكال الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. المفوضية يقصد بها مفوضية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب أحكام المادة 3.1. ده الفصل الأول. التعريفات، هل في أي حاجة ملاحظة حول التعريفات فيما يخص الملف والقانون، مشروع القانون؟ النقاش طبعا اخواني للجميع، يعني استاذ ابو بكر وجميع كل الزملاء والزميلات هنا ده
من أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين والضيوف، يعني حبابكم جميعا. لو سمحت لي. نعم تفضل. شكرا جزيلا، وأول حاجة التحية للأخوة والأخوات الحضور، ونتمنى لكم التوفيق جميعا يعني لما فيه خير البلد. أنا عندي جس ملاحظة واحدة هنا فقط في المسألة دي. هي حيكون بعد ذلك ما يتم القراءة حيكون في يعني ملاحظات عامة يعني وكده، لكن هسه الملاحظة الوحيدة الحسة عندي هي مسألة في البند بتاعت المساءلة والمحاسبة، بيقول إنه يقصد بها مجموعة آليات والمبادرات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو المسؤولية. حقيقة هو من ضمن مسألة المحاسبة المساءلة والمحاسبة إنه بالإضافة للحول من الإفلات هي مسألة للتاريخ أو مسألة يعني للتوثيق، يعني للتوثيق في الأساس، يعني يكون شيء مؤثر على أساس إنه الناس تعرف ليه ده حصل، ليه حصل بهذا الشكل. فهنا المساءلة هنا يجب أن يكون يضاف في وجه النظر إنه يضاف المسألة دي، يعني مثال واحد فقط، مسألة الاغتصابات اللي حصلت، يعني إذا في شخص قدم للمساءلة من هو اغتصب غيره، إنه لازم يكون في سؤال ليه هو عمل العملية دي، السبب شنو، يعني الأسباب، يعني على أساس إنه يدي فرصة للمشرع بعد ده إنه يخد على الأقل بعد الإجراءات إنه يمنع حاجات زي دي ما تحصل مستقبلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هل في أي مداخلة ثانية في بخصوص التعريفات الواردة في الفصل الأول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية؟ طيب في سؤال أستاذ بكر، هل في قبل كده حاجة زي دي في السودان حصلت، ولا المشروع القانون ده لأول مرة يعني؟ هو طبعا أول مرة، لكن في حاجة حصلت يعني اللي هو في 2008 و2009 ما أذكر، إنه الاتحاد الأفريقي مجلس العدل بتاعت أول هنا بتاعت مجلس السلم الاتحاد ولا؟ الأمن سوري يس الاتحاد الأفريقي، وبضغط من الحكومة السودانية البشير وقت ذاك إنه يعمل شيء يمنع محاكمة البشير، فهم كونوا لجنة سميت لجنة حكماء إفريقيا برئاسة دومبيكي، وتاني في على الأقل في رئيسين، في واحد أبو بكر عبد السلام من كان رئيس سابق في نيجيريا، في تاني بيري بتاع بوروندي، وفي عدد من القانونيين وحقوقيين الإنسان وأساتذة جامعيين ومحامين ووزراء سابقين. ديل أما جو عملوا انفستيجيشنز، عملوا توصيات، التوصيات ده في تقديره هو نفسه المسألة بتاعت العدالة الانتقالية، لأنه بيفتكروا إنه في جرائم كثيرة جدا حاصلة في السودان في دارفور، وبالتالي أدوا توصيات. وأنا واحد من الحاجات اللي أنا أفتكر إنه يشمل في هذا القانون ده توصيات بتاعت الاتحاد الأفريقي وموجودة، يعني لأنه هم أساسا مستندين على المحاكمات ده كلها على الآي سي سي. وهذا ديل إذا كان أنت لما تيجي تتكلم عن إنه يجب أن يكون يعني الاستناد على القانون الدولي وكذا، القانون الدولي الإنساني وكذا، ده you are talking about الآي سي سي هنا، يعني في الحاجات، وفي قوانين كثيرة هو
مستندين عليه. فبالتالي لكن كحكومة السودان ما عملت حاجة بهذا الشكل. في أشياء أخرى اتعملت وهي ما له صلة بالعدالة الانتقالية، عملوا مصالحات وكذا وكذا، لكن في هذه المصالحات ما تمت أي نوع من المساءلات الممكن نخطها أو على الأقل نجملها في خانة العدالة الانتقالية بشكل أو بآخر يعني. ممتاز. طيب هنمشي نحن بما انه الزملاء هنا ما في اي زول عنده ملاحظه، الناس اللي برضه متابعيننا عبر مجموعه الباحثين السودانيين لو في عندكم اي ملاحظه ولا حاجه ممكن تكتبوها نصا ونحن يعني بناخذها معانا في عين الاعتبار. هنمشي للفصل الثاني اللي هي المفوضيه. نتكلم عن انشاء المفوضيه ومقرها ومسؤولياتها. نمره 3.1، تنشا مفوضيه مستقله تسمى مفوضيه العداله الانتقاليه وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولا حق التقاضي باسمها. 2، يكون المقر الرئيسي للمفوضية بالعاصمة القومية ويجوز لها إنشاء فروع في أي من الولايات أو الأقاليم في السودان. 3، تكون المفوضية مسؤولة عن أداء أعمالها مجلس الوزراء دون المساس واستقلاليته. تشكيل المفوضية ومدتها. تشكل المفوضية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير العدل، من رئيس وعشر أعضاء منهم 4 نساء على الأقل وثلاثة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. 2، تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المفوضية 3 سنوات وقابل للتجديد مرة أخرى. شروط تعيين رئيس وأعضاء المفوضية: 5، يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويمثلون طيفا واسعا من مكونات المجتمع وأن يكونوا متفرقين للعمل بالمفوضية ودون الإخلال بعموم ما تقدم. يجب أن تتوفر في الرئيس وأعضاء المفوضية الشروط الآتية: ألف، أن يكون أولا سوداني الجنسية، ثانيا كامل الأهلية القانونية، ثالثا حاصل على مؤهل جامعي في القانون أو العلوم السياسية أو أي تخصصات أخرى ذات صلة، رابعا من ذوي الحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية، خامسا في حالة صحية مناسبة لقيامه بالمهام الموكلة له بموجب هذا القانون، باء، أن لا يكون أولا سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ثانيا تم عزله من أي منصب عام بسبب مخل بالشرف والأمانة، ثالثا له مسؤولية في حزب سياسي أو حركة كفاح مسلح، رابعا تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية تنفيذية في الحكومة الاتحادية أو الولايات في فترة واقعة بين 30 يونيو 1989 و11 أبريل 2019، خامسا تحمل مسؤولية حزبية قومية أو ولائية أو محلية في الداخل أو الخارج في حزب المؤتمر الوطني للحل، سادسا قاضيا قد شارك في محاكمات ذات صبة سياسية أو محاكم أمن الدولة. حالات خلو المنصب وملؤه: 6.1، يخلو منصب رئيس وأعضاء المفوضية في أي من الحالات الآتية: انتفاء أي شرط من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 5، ب، ثبوت حالة صحية تحول دون قدرته على ممارسة مهامه الجسدية كانت أو عقلية، ج، الاستقالة، د، ثبوت الإدانة بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف والأمان أو الأمان، ه، الإخلال بأي من الالتزامات أو الواجبات الواردة في المادة 12.2، واو، ثبوت الغياب المتكرر وفقا لما تنظمه اللوائح، زين، الوفاء، 2، في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب وفقا لأحكام البند 1 يملأ المنصب بذات طريقة التعيين وشروطه. القسم اللي هو 7.1، يؤدي رئيس وأعضاء المفوضية قبل توليه مناصبهم أمام رئيس مجلس الوزراء القسم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي عضوا بتجرد وتفرغ وإخلاص وحيادية وأمانة وشرف ودون تمييز على أي أساس دون خوف أو محاباة، وأن أصون السر المهني وأحترم واحترام كرامة الضحايا والأهداف التي أنشأت من أجلها المفوضية والله على ما كل شهيد. 2، يجوز أداء ذات القسم المنصوص عليه في البند 1 لأتباع كريم المعتقدات بأن يخصوا مقدساتهم. ممكن نقيف لحد هنا وبعدين نجي نشوف المخصصات بتاعت الرئيس والأعضاء المفوضية. في أي ملاحظات لحد الآن فيما تقدم؟ أخوانا الناس ممكن تستخدم خاصية رفع اليد. معانا هنا ده قانونيين يعني نرحب بهم جميعا وزملاء اقتصاديين وباحثين وكذا. أستاذ بكر، بالنسبة لما تقدم هل في أي ملاحظة في الكلام الفات ده؟ والله في ملاحظتين تقريبا. واحد فيما تشكيل المفوضية ومدتها،
رقم اثنين، تكون يعني مدة عضوية رئيس وأعضاء المفوضية 3 سنوات قبل التجديد مرة أخرى كده. حقيقة هو الفترة المدة مدة المفوضية يعني أنت ما بتحددها كده ستريت أواي كده تقول إنه 3 سنوات ولا 2 سنين ولا 5 سنوات ولا كده. ده بتوقف على حسب الهدف وحسب الحجم يعني العمل الموكل لهذه المفوضية عشان وبالتالي يفترض انه يكون يعني حتى لو الفترة الانتقالية انتهت سيلت الفترة الانتقالية انتهت يجب ان يتم مواصلة المفوضية دي لتحقيق أهدافها وكده. ده حاجة يجب أن يوصل صح. هو العدالة الانتقالية هي صح معروفة في إنها زمن محدد not endless، لكن التحديد بتاعته بتوقف على حسب حجم العمل الموكل له. ده واحد. النقطة الثانية هو أنا في تقديري هي إيجابية، اللي هو في شروط تعيين رئيس وأعضاء المفوضية لما تجي في بعض ثالثا له يعني ما يتم تعيين شخص ولا حزبي أو لأنه ده أنا بفكر مؤيده في الحتة ده، ولو اتخطى بصيغة قوية أفضل كمان لسبب واحد، لأنه الانتهاكات اللي حصلت في السودان أصلا سببها المسؤولين الحزبيين سواء كان مؤتمر وطني ولا غيره ولا غيره، وكذلك الحركات المسلحة أيضا ارتكبت برضو جرائم وكذا، وبالتالي مش رئيس الحركة بس، حتى الناس الفاعلين في الحركة ده يجب أن يمنعوا منه، لأنه هو قاعد وعارف رئيسه مثلا بوجه إنه الناس يعملوا كذا وكذا في الانتهاكات وكذا. بالتالي أي عضو من الأعضاء الأساسيين يجب برضو أنه يشملهم هذه الهنا، مش فقط الرؤساء وبس يعني. شكرا. شكرا جزيلا. طيب هنا برضو في سؤال ثاني، أن احنا بنتكلم على عدالة انتقالية لأي مرحلة بالضبط في السودان؟ يعني احنا عندنا من حادثة عنبر جودة 1958 دي ما أظن حصلت فيها أي نوع بتاع عدالة انتقالية، وفي ناس لحد الليلة بيعتبروا نفسهم زي السيرفايفرز عن الهولوكوست. عندنا بعد ذاك الحياة اللي حصلت مثلا في من الدولة تجاه مثلا اللي هو الإعدامات بتاعت ناس هاشم العطا وغيره وغيره، وبعد ذاك جاء تاني فترة تاني برضو حصلت المجاعة وحصلت التناي والدولة قامت بتسليح بعض القبائل العربية القبائل الأفريقية في دارفور وغيره. بعد ذاك جاء موضوع الجنوب، والجنوب مش الجنوب الدولة اللي بقى قائمة بذاته، وإنما حتى الجنوب الجديد اللي فيه المنطقتين وفيه أبيي وغيره ديل حاليا بيعانوا من. وبعدين في مسألة دارفور، وبعد ذاك عند لحد قضية فض انتهاك مجزرة القيادة العام، وبعد ذاك برضو في الجرائم اللي حصلت للشهداء يعني أخيرا مثلا بتاعت بهاء، كل الدولة هي المشاركة فيها. بنتكلم على واحدة بالضبط، لأنه أنت كلامك اتكلمت على إنه ما يفترض إنها تكون محددة ب3 سنوات ولا بتاع، يفترض إنه لحد ما نصل ل توتال ريكونسيليشن، مش كده؟ وطبعا الهدف الأساسي، شوف الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو التمهيد للوصول لمصالحة مجتمعية كل المجتمع السوداني، وده عشان يؤدي إلى تنفيذ البرامج الديمقراطية بشكلها الصحيح. لأنه أصلاً لو في ناس نفوسهم ما طيبت ما حيمارسوا الديمقراطية بالطريقة الصحيحة، وبالتالي ده كله هنا.
أنا هنا لما قلت إنه مدة ما يكون صغير، لأنه كأني فهمت بأنه الإخوة في العدالة في وزارة العدل كأنهم قصدوا، لأنه في حتة يعني هم قالوها في إنه يعني الهنايدي معني به من 30 يوليو اللي جاي ومن 30 يوليو اللي جاي ذاته طبعا في عدد ضخم من الانتهاكات اللي حصلت، ضخم جدا. عشان كده حتى الاتحاد الافريقي ناس لجنة الحكماء وصوا مش بمحكمة واحدة، وصوا بأربع مستويات بتاعت محاكم عشان ما يتم مسألة العدالة الانتقالية دي. لو سألتني أنا سؤالي أنا الشخصي بالنسبة لي، أنا بفتكر إنه العدالة الانتقالية يجب أن يبدأ من 1821 عندما دخلوا الأتراك البلد، لأنه since then ليوم الليلة ما وقفت الانتهاكات بتاع حقوق الإنسان في السودان كله. وبالتالي يعني وبمحاكمة أنا عشان كده بالنسبة لي أنا بفتكر إنه إذا كانت فعلا حكومة وطنية رشيدة تطالب الأتراك بالاعتذار عن الـ عن الـ عن الـ الـ عن الـ الـ الاستعمار اللي هم عملوه، لأنه أدخلوا حاجتين يعني ليوم الليلة الناس بيعانوا منه، مسألة العبودية ومسألة يعني سرقة الموارد الاقتصادية خاصة الذهب مثلا، ده حاجتين يعني عملوا برضه لازم يتعاربون بالحكومة لازم فعلا. ده كان الهدف المعلن بتاعهم، انه والله يا اخي جو دايرين الذهب والعبيد. بالضبط. الثاني برضو لازم الانجليز، لازم الحكومه تطالب الانجليز بالاعتذار للشيء اللي انا على الاقل يا اخي. واحد من الحاجات لحد حسن السودانيين بيعانوا منه هي مساله المناطق المقفوله، يعني عملوا مناطق مقفوله مثلا في 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 دارفور في منطقه كتم في جبال النوبه كذا، وحتى في الجنوب في مناطق مقفوله، بمعنى انه انت يا اخي اديت الناس اللي استلموا السلطه بعد انجليز اديتهم انطباع بانه يا اخي ديل ناس ما عندهم ما متعلمين ما 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 سيفلايز ما يستحقوا انه يشاركوكم في السلطه، وديل ناس اخذوها كده. انا ما وفي ده ما بلو ما انا ما بلوم النخبة اللي حكمت، لكن لأنه جاتهم كده ويتعلموا على كده، فبالتالي الإنجليز لازم يعتذروا للحكومة للشعب السوداني في الحاجة دي. فده معلش مشان ما نمشي فيه كثير، فبس ملخصي بأنه يعني العدالة الانتقالية في وجه النظر أنا الشخصي يجب أن يبدأ من 1821 ليوم الليل. ممتاز جدا، اللي هو كان بيسميها بروفيسور جعفر مرغني النازر الكبرى، اللي حصلت فيها مجازر يعني خياليه والدفتردار وغيره وغيره. نعم صحيح. بروفيسور محمد بكاوي، مرحبا بك بروفيسور محمد بكاوي، مختص في القانون، تفضل. شكرا جزيلا دكتور انور، وشكرا للاستاذ الجميل بكر. فانا كان يبدو لي انتو زي وين تو فار من الموضوع شويه، مع انه كلام جميل لكن شويه ما قد يشتت يا أخواننا يعني تركيزنا. نحن الآن نتكلم عن القانون عن المفوضية ده فقط. فأنا في تقديري أنه العدالة الانتقالية مفروض أنها برضو يعني تشير أو ضمن التعريف يكون الإصلاح المؤسسي، لأنه في يجب إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبهة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديداً الأجهزة المعنية بالطمع وانتهاك حقوق الإنسان زي المحاكم اللي كانت في السنة اللي حصلت، والجيش والدعم السريع والاستخبارات والافتراض المسائل دي، وليس زي افتراض يا أخوانا يجب إعادة هيكلات حتى تاني إنه ما تمشي في نفس النهج القديم ده. وشكرا جزيلا، لأنه زي ما قلت القانون ما قدامي لكن بس أنا بستشير من النقاش الحاصل. شكرا.
شكرا جزيلا بروفيسور محمد مكاوي. طيب نحن هنمشي في مش في ما تبقى من القانون على اساس انه نخلص اخوانا. الليله طبعا يوم المراه العالمي وكل نساء العالم ان شاء الله بخير، وعندنا ايفنت نحن بعد الكلام ده طوالي بعد الجلسه بتاعتنا. نرجع لتشكيل المفوضيه ومدتها كده، وقفنا هنا 4-1 اللي هو تشكيل. لا والله احنا مشينا قدام القسم بعد القسم. نعم، هنا المخصصات، مخصصات رئيس واعضاء المفوضيه وامتيازاتهم. 8 يحدد مجلس الوزراء مخصصات رئيس واعضاء المفوضيه وامتيازاتهم. اهداف المفوضيه 9 تهدف المفوضيه لتحقيق قانون العداله الانتقاليه يهدف الى فهم ومعالجه ماضي انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989. باء الاطار المفاهيمي للعداله الانتقاليه وكذلك الاليات والتدابير المناسبه لكشف حقيقه الانتهاكات ومساءله ومحاسبه المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالح الوطنيه ويحفظ الذاكره الجماعيه ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال الى النظام الديمقراطي. جيم الاشراف على مسار العداله الانتقاليه على المستوى القومي لضمان وحدته وعدم تجزئته، وذلك بالعمل على التوفيق بين مختلف مبادرات واليات العداله الانتقاليه بما في ذلك القضائيه وغير القضائيه والمفوضيات المستقله ذات الصله. اختصاصات المفوضيه وسلطاتها 10 تباشر المفوضيه مهامها بكل حياديه وكفاءه واستقلاليه تامه وتسعى لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام الماده 9 مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم. تكون لها الاختصاصات والسلطات الاتيه: الف القيام بمسح اولي للانتهاكات حقوق الانسان في السودان وتحديد اصحاب المصلحه ورسم خارطه موضوعيه وجغرافيه مبدئيه من اجل اعداد استراتيجيه قوميه شامله للعداله الانتقاليه. ب تنظيم مشاورات وطنيه واسعه معمقه شامله وغير اقصائيه في مختلف اقاليم السودان لا سيما مع الجهات المتضرره من انتهاكات حقوق الانسان واصحاب المصلحه الاساسيين بما فيهم الضحايا وذويهم واسر الشهداء والفئات المهمشه من النساء والشباب والاشخاص ذوي الاعاقه والنازحين واللاجئين، المساهمه في وضع استراتيجيه شامله للعداله الانتقاليه تعكس احتياجات وتطلعات الشعب السوداني وتنسجم مع مخرجات مفاوضات السلام الجاريه وتتلائم مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان. جيم الاعداد لمؤتمر قومي للعداله الانتقاليه للتوافق على استراتيجيه شامله للعداله الانتقاليه في السودان والعمل على ضمان ان يحظى هذا المؤتمر بمشاركه واسعه لاصحاب المصلحه الاساسيين من الضحايا وذويهم واسر الشهداء والقوى السياسيه والمجتمعيه المختلفه ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والاشخاص ذوي الاعاقه والنازحين واللاجئين والخبراء والاكاديميين وغيرهم. دال صياغه قانون العداله الانتقاليه وفق الاحكام الماده 16 على ضوء مخرجات المؤتمر القومي للعداله الانتقاليه وذلك في اجل اقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء اعمال المؤتمر وتقديمه للجهات المختصه لاجازته. ها الإشراف على إنشاء أجهزة العدالة الانتقالية مثل لجان الحقيقة وآليات المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ومتابعة عملها بالتشاور مع الأجهزة العدلية والتنفيذية ذات الصلة والمجتمع المدني. واو العمل على معالجة أي تباين في صياغة وتطبيق السياسات بين مختلف مبادرات وآليات العدالة الانتقالية من مفوضيات مستقلة ولجان وآليات قضائية وغير قضائية، كما تعمل على ضمان دمج وتناسق تلك الآليات والمبادرات في مسار قومي موحد. زين مخاطبة الرأي العام باستقلالية تامة ومباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة للتعريف بمكونات العدالة الانتقالية وأهدافها وبعمل المفوضية وشرح الخطوات التي قامت أو ستقوم بها. ح مطالبة جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية تقديم أي معلومات ذات صلة بموضوع العدالة الانتقالية ويجب على تلك الأجهزة مد المفوضية بتلك المعلومات. ط الاطلاع على المستندات الخاصة بمؤسسات الدولة وأجهزتها ذات صلة بالعدالة الانتقالية. ي الاستعانه بالخبراء والباحثين والمنظمات الوطنيه والاقليميه والدوليه في المواضيع ذات الصله بالعداله الانتقاليه وغيرها من المصادر الموثوقه ذات الصله. ك وضع الارشادات للسياسه العامه للعداله الانتقاليه وتخصيص القدرات المعنيه بها. ل التعاون مع مكتب مفوضيه الامم المتحده السامي لحقوق الانسان وكالات الامم المتحده والمنظمات الاقليميه والدوليه الاخرى ذات الصله لدعم قدرات الجهات الوطنيه على تنفيذ مطلوبات العداله الانتقاليه. م التنسيق مع المفوضيات القومية والجهات الأخرى ذات الصلة لضمان اتساق واندماج مطلوبات العدالة الانتقالية في مسار قومي موحد. نون تدريب العاملين في المفوضية وتأهيلهم لأداء مهامهم. سين إعداد واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمفوضية ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها. عين إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته.
فرفع تقارير دورية عن أعمالها لمجلس الوزراء، صاد تعيين العاملين بالمفوضية وفق القانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى ذات الصلة، قاف إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها واجتماعاتها. ممكن نجيب فينا ده ونشوف لو في أي ملاحظة حتى الآن فيما تقدم. بروفيسور محمد مكاو، هل ترافع يدك ولا من قبل؟ لا أظنها من قبل دي يا أنور. أوكي، لو ما في أي ملاحظة. طيب أستاذ أبو بكر، هل في أي ملاحظة فيما تقدم؟ والله هاي برضو في مساءلة، يعني استفسار كده، وفيها اللي هو في جيم اللي هو الإعداد لمؤتمر قومي للعدالة الانتقالية، ده بيخلي الواحد يعني confusing كده، لأنه المؤتمر يعني كأنك أنت داير يجي الناس ويقدموا أوراق وكذا، وأنا والناس يناقشوا حتى بعدين. افتكر مؤتمر العدالة الانتقالية هي واحد من متطلبات الثورة، والناس مطالبين اليوم الليلة، الناس مطالبين، وخاصة وعلى الأصوات بعد مجزرة هناي القيادة العامة، في يعني عايزين الناس يعرفوا إن what happens في ذات هناي، وحتى اللجنة بتاع التحقيق بتاع نبيل أديب وكذا، ده يعتبر جزء من هنا. فيبقى أنا في تقديري، ما بعرف لهم ناس القانونيين دي خطوها كيف بأنا، لكن في تقديري هو إن أنت تمشي ستريت أوي وتكون العدالة الانتقالية ده، و أهم ما في الأمر الهدف بتاعته. إذا أنت قلت لي دار تعمل مؤتمر عشان ما الناس السودانيين يتفقوا إنه في هدف المؤتمر العدالة الانتقالية، يس ذات كود بي هنا يعني، لكن الفانكشننج بتاعته والحاجة ده ما محتاج انك انت تعمل العدالة الانتقالية. وهنا يعني لما تشوف ياء واللام مهمات جدا وخطوها فيري جود، يعني بوينتس انه انت داير تستعين بخبراء مش محليين وبس، ايفن حتى الاجانب وكده يعني، لانه مفهوم العدالة الانتقالية هي ذاته بصفة عامة حاجة جديدة، من واحد من الفعاليات السياسية الجديدة، فمحتاج أنت تعرف خبرات الآخرين وتجاربهم، وفي ناس كثيرين في هنا، فهنا كونه أنك تستعين بهم ده أفتكر أنه كويس، خاصة مفوضيات الأمم المتحدة وكذا. ده النقطتين افتكر الاخيرات دي مهمات جدا، اما الاولى ده فعايز توضيح منهم، وايز اذروايز نو نيد فور ات. يعني المؤتمر ده يعني هو العداله الانتقاليه ما حتبدا الا بعد المؤتمر يبدا، مش كده؟ ما هو هسه من الكلام ده واضح كده، من الصيغه ده واضح كده، فانت انت ما عشان كده انا افتكر ما محتاج، ما لم انت داير في الدار تاخذ مشوره السودانيين المختلف انايتم انه اوكي يعني احنا دايرين نعمل عداله انتقاليه، رايكم شنو؟ ما لم يكون ده كده انا اذروايز دونت سين، انه لانه هو واضح الهناي بتاعته اهدافه واضح وكده يعني. طيب نرحب بالدكتورة هيام عبد الرحيم، مرحب بك دكتورة هيام، يا ريت تعرفي نفسك وتفضلي بالمداخلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دكتورة هيام أحمد عبد الرحيم، أستاذ مساعد كلية الإدارة والأعمال قسم الاقتصاد بجامعة الأميرة نورة بالمنطقة العربية السعودية. أسعد كثيرا بالمشاركة في هذه الفعالية اللي بفتكر إنها مهمة جدا جدا لكل الشعب السوداني.
حقيقة أنا اقتصادية في المقام الأول، ما عندي علاقة يعني كبيرة بالقانون، فبحاول أركز على الحتة بتاعت العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي. يعني أفتكر إنه العدالة ما فقط على مستوى الأشخاص أو الأفراد، يعني مفترض إحنا ننظر للعدالة من منظور كلي، من منظور شمولي، من منظور تنموي. يعني التعريف بتاع العدالة هو نفسه إنه إصلاح النظام بحيث إنه يتيح تكافؤ وصول الجميع للفرص والأدوات والموارد. يعني إحنا عندنا إشكالية بتاع التنمية غير متوازنة، عندنا إشكالية كبيرة جدا بإنه كل التركيز على مناطق محددة، على فئات محددة، المناطق الأخرى قد تكون مهمشة من ناحية بتاعة تخصيص موارد، من ناحية بتاعة التنمية، من ناحية بتاعة توفير الخدمات الأساسية للطلاب، المجتمع، تعليم، علاج، غيره. دي إشكاليات أحدثت فروقات كبيرة جدا جدا في الحتة بتاعة تكافؤ الفرص للناس. ف يعني عشان نحقق العدالة على المستوى الكلي، مفترض إنه الجميع يكون عندهم الحق، وإنه يكون عندهم الوسيلة اللي يصلوا بها لكل احتياجاتهم لتحقق لهم التنمية البشرية وتحقق لهم الحياة الكريمة. فالمشروع بتاع القانون في تقديري مفترض ما يركز فقط على الجوانب بتاعت انتهاكات حقوق الإنسان فقط، حقوق حق من حقوق الإنسان إنه يتوفر له كل المقومات الأساسية للحياة الكريمة. فالدولة تأخذ في اعتبار، أو عندما يتم وضع القانون ده بشكله النهائي، يأخذ في اعتباره إنه يكون في تنمية متوازنة. تحقيق التنمية المتوازنة مفترض يكون في مخصصات لكل المناطق المختلفة في السودان، يتوافر فيها كل المقومات بتاعت البنية التحتية، الإنتاج. نحن يعني كل التركيز على العاصمة، ده نوع من عدم العدالة نفسه من ناحية كلية. فالحتة دي مفترض يتم مراعاتها. الإنتاج بتاعنا نحن أغلبه متركز في المناطق الريفية، في المناطق، في الولايات الأخرى اللي بتعاني من التهميش، بتعاني من عدم يعني تخصيص موارد كافية لها، عدم تخصيص معينات للإنتاج، عدم توفير كل المقومات بتاعت الحياة الكريمة، من تعليم، من صحة، من سبل حياة يعني جيدة، من فرص بتاعة عمل. فتبتدي العدالة بالتخصيص المتوازي والمتكافئ للموارد على كل المناطق في السودان. أي إنسان في أي منطقة في السودان يكون عنده الحق في الحصول على مقومات الحياة الأساسية، من تعليم، من صحة، من فرص بتاعة عمل. وبالتالي ده بيعالج لنا كثير من الإشكاليات اللي بنعاني منها نحن، الحروبات يعني الترسبات الكثيرة الحاصلة من التهميش نفسها، واللي أفرزت الإشكاليات المجتمعية المختلفة والسياسية اللي بيعاني منها السودان. فشكر جزيل الشكر دكتور أنور اللي تحت الفرصة دي، وللأساتذة القانونيين المشاركين في هذه الندوة القيمة. شكرا دكتور. شكرا جزيلا دكتور هيام. أعتقد أنه في حاجة لها علاقة بالحكم، يعني الرجوع لنظام الأقاليم، وكذلك يعني عدد من الإصلاحات الثانية، رغم أنه ما شايفين الاستراتيجية الكاملة للدوله، يعني ما شايف في الفتره الانتقاليه ما واضحه، لكن اعتقد انه في عدد من الاصلاحات اللي بتتكامل مع بعض. فعلا نقطه الاشتراك مهمه جدا، بتاعت ليس فقط يعني جبر الضرر والحياه النفسيه وكذا، والمفهوم الاقتصادي الشامل لسه. طيب في ماجده، تفضلي يا استاذه ماجده، يا ريت تعرفي بنفسك، عامله ميوت، تفضلي. السلام عليكم. ماجدة عثمان، ناشطة حقوقية وعضو تجمع القوى المدنية. يعني أنا بفتكر الدرافت الأخير لمشروع القانون يعني فعلا اتعرض لمشاورات، لكن يعني ما هي المشاورات الواسعة بحجم يعني المهمة بتاعت العدالة الانتقالية. يعني احنا مفترض بالتحديد، هو بدأ المشاورات على هذا المشروع قبل الوصول لاتفاق سلام جوبا. فأنا بفتكر بالضروري جدا بعد التحاق أطراف من ناس الكفاح المسلح للعملية الانتقالية، بفترض أن المشاورات تكون أوسع،
وتكون يعني متضمنة الأشياء الوردت، إذا كان وردت أو لم تورد في الاتفاقية، يعني يعالج النقص الموجود في الاتفاقية بالنسبة لعملية العدالة الانتقالية أو ما أضافته هي الاتفاقية من خلال مثلا مواضيع أو تايم لاين أو أي شيء وارد في جوه اتفاقية جوه عن العدالة الانتقالية نفسها. أنا بس يعني مهووسة بالحتة بتاعت استقلالية المفوضية من خلال المشروع ده، لأنه دايما بتجينا العبارات بتاعت إنه المسائل التقارير ترفع لمجلس لرئيس الوزراء، المؤتمر العام يجيز ما يتوفر الإنشاء بتاع ذاته مجلس الوزراء. أيوه الإنشاء، ودي أفتكر كان في مقال أخير يمكن جيد جدا لأستاذ كمال الجزولي نقح فيه القصة بتاعت لجنة التحقيق بتاعت فضل الاعتصام وارتباطها بالقوانين بتاعت لجان التحقيق ومدى استقلاليتها، بتاع إنه هي إذا أول ما تصدر من رئيس الوزراء بتفقد استقلاليتها. فهنعالج المسألة دي كيف، وده بيهمنا الشديد لأنه العدالة الانتقالية لو ما فعلا بالتحديد هذه كل المفوضيات أصلا الأصل فيها الاستقلالية عشان تنجز مهامة، لكن هنا أكثر حساسية لأنه في ضحايا وفي انتهاكات وعايزين نعالج يعني جراحات كثيرة. برضو مشروع القانون يعني زي العدالة الجنائية كده ما ظهرت فيه بصورة مركزة، الكلمة في كلمات غايبة في هذا القانون المشروع، يعني وكأنه يقفز، والكلام ده احنا وجهناه في مشاورة أولى مع لوزير العدل، وكأنه بيقفز مباشرة أو يعني كأنه العدالة الانتقالية هي مسألة عملية بتاعت مصالحة وطنية، ما بتعزز مبدأ عدم الإفلات العقاب بأنه تركز على العدالة الجنائية، العدالة الجنائية. وبعدين برضو بفتكر إنه المفوضية لازم يكون عندها سلطات بتاع التحقيق وتقصي وتوثيق، يعني المؤتمر العام يعني ما فهم المؤتمر هيعمل شنو، هل يا داب يعني هل عملنا بروسيس منفصلة القصد منها إنشاء هيكل وعدد وكده بدون إنه منحدد الاستراتيجية والمهام والإطار المفاهيمي والبرامج، ده كله هيجي في المؤتمر. يعني الحته ديت فيها مس اندرستاندينج، ولازم الناس قبل ما نوافق على مشروع القانون ويجاز انه الناس تتريس فيه. وافتكر كفايه جدا اجازه القوانين بالاستثناء بتاع الاجتماع المشترك، لانه ده بالتاكيد بيقلل من مبدا سياده حكم القانون، اجتماع مشترك اللي هو فيه رئيس وزراء وفيه مجلس سياده. كفايه احنا ننتظر تكوين مجلس تشريعي بالشدة، يرنه نحن مجلس تشريعي يعبر عن كل الكيانات الثورية ويعبر عن قوى الثورة، ما يكون محاصصة يعني لواحد من المحاور أو واحد من الكتل أو أغلبية الكتل المهيمنة زي التكوين الحكومة الآن، لأنه بعدين كل القوانين يجيز المجلس التشريعي ده، لأنه حيكون فيها نقاش أوسع والمجلس ذاته حيكون فيه تمثيل وحيكون فيه حتة بتاعت استقلالية السلطات، إنه دي السلطة التشريعية بعيدا من السلطة، لأنه اجتماع المشترك معناه سلطتك التنفيذية إضافة للسيادية والتشريعية هم اللي بيجيزوا، وده خلل كبير اللي هي فيها كونفليكت اوف انترست تحديدا. أيوة. لما نيجي لموضوع عنده علاقة بالعدالة، خصوصا انه في كمية من الوقائع. أيوة. لها علاقة بفضل. أيوة. الاعتصام وغيره. أيوة. المجلس اللجنة الأمنية والمجلس العسكري هو ضالع فيها. أيوة. هو نفسه يعني في مركز بتاع يعني في، أنا يعني قريت عدد من المقالات بتاع حول الموضوع بتاع العدالة الانتقالية، وإنه في محاولة بتاعت كلفة الموضوع وغضغطة وديسديس وكده على أساس إنه يفلتوا ناس من العقاب أو من العقوبة. هو ده. أيوة. ده الأساس بتاعه. أنا نحن واصل بس أنا عايزة أقول إنه العدالة الانتقالية الأصل فيها
اخذ اراء الضحايا، لان هم اصلا هم هم المعنيين المساله بالضرب، معموله هم عشان هم الواقع عليهم الضرب. معنيين، فما هنقعد احنا نفزلك وندخل فيها سلطات تنفيذيه وكده، تقعد تشاؤم المساله كلها انه احنا عايزين ننصف الضحايا ودايرين نعزز عدم الافلات من العقاب، صح عايزين نموذج سوداني واو، وبعدين القصه تحت الخبراء لازم تكون قطعيا خبراء دوليين موجوده، كفانا فضل اعتصام يتحايلنا ودخلت القصه بتاعت الافريقيه وطلع انه ما عندهم اي خبرات فنيه ولا غيره، فاحنا نخط فيها مباشره صح اقليميا في نماذج بتاعت العداله الانتقاليه اذا كان في جنوب افريقيا في تونس في المغرب و لكن لا احنا في الحته دي لانه عايزين العداله الجنائيه والتقصي والتحقيقات، الحته دي عايزه خبرات دوليه وعندنا الاثباتات مثلا صح، مثلا في دارفور في لجان أنا هنا بس تحقيق هنكمل كتيرة. هنكمل مناقشة اوكي طيب مشروع شكرا. القانون مكان النقاش، وبعد ذاك هنفتح يعني مساحة أكبر لأن نقول اوكي حاضر آرائنا وكده، شكرا. لأنه في تجارب برضو أستاذ أبو بكر عنده فيها خبرة، وكان في فيلد وورك في رواندا وفي جنوب أفريقيا، اوكي وممكن يحكي لنا عنها كده. شكرا جزيلا أستاذ اوكي ماجدة، شكرا شكرا. نواصل إن إحنا أخواننا في البند رقم 11 اللي هو اختصاصات رئيس المفوضيه وسلطاته. واحد 11 واحد، رئيس المفوضيه هو المسؤول الاول عن المفوضيه ويشرف على جميع المسائل الاداريه والماليه التي يتطلبها العمل في المفوضيه، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الاتيه: الف رئاسه اجتماعات المفوضيه، ب تنفيذ المفوضيه امام الجهات ذات الصله، ج متابعه تنفيذ اعمال وقرارات المفوضيه، د رفع التقارير الدوريه لرئيس مجلس الوزراء عن كافه المسائل المتعلقه بمسار العداله الانتقاليه، ح اي مهام واختصاصات تكون ضروريه لاداء اعماله. اثنين، يجوز لرئيس المفوضيه تكليف من ينوب عنه من الاعضاء عند غيابه ليباشر اختصاصاته وسلطاته. اجتماعات المفوضيه 12، تجتمع المفوضيه وفق الاجراءات الاتيه: الف بدعوه من رئيس المفوضيه مره واحده على الاقل في كل شهر، ب يجوز لرئيس المفوضيه دعوه المفوضيه لاجتماع طارئ بناء على طلب من ثلث الاعضاء، ج يكتمل نصاب القانون لاجتماع المفوضيه بحضور ثلثي الاعضاء، د تتخذ قرارات المفوضيه بالاغلبيه البسيطه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات لكل رئيس المفوضيه صوت مرجح. الفصل الثالث اللي هو الامانه العامه، تشكيل الامانه العامه 13 واحد، تكون المفوضيه امانه عامه تتكون من الامين العام وعدد مناسب من العاملين يتم تعيينهم وفقا للهيكل الوظيفي للمفوضيه، وتطبق عليهم قوانين المنظمه للخدمه المدنيه. اثنين، يعين الامين العام بقرار مجلس الوزراء بناء على توصيه من رئيس المفوضيه، ويحدد القرار اختصاصات الامين العام وسلطاته. ثلاثه، تكون شروط تعيين الامين العام هي ذات شروط تعيين رئيس القضاء واعضاء المفوضيه الوارده في هذا القانون. اربعه، تعمل الامانه العامه تحت اشراف رئيس المفوضيه عن طريق ادارات فنيه متخصصه وفقا للهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضيه المنصوص عليه في هذا القانون. اختصاصات الامانه العامه 14، تختص الامانه العامه بالعمل التنفيذي والاداري للمفوضيه، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون الامانه العامه اختصاصاتها الاتيه: ألف متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات المفوضية، ب تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة من المفوضية، ج إعداد محاضر الاجتماعات والمداولات، د القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية اللازمة لكل اللجان الفنية المختصة، ه إعداد الموازنة السنوية وربع المفوضية الموافقة عليها، واو اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين وربع المفوضية، ي القيام بأي أعباء أخرى تكلف بها المفوضية أو رئيس المفوضية. الفصل الرابع، أحكام عامة مشروع قانون العدالة الانتقالية. 15، يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تعده المفوضية للسلطة التشريعية الانتقالية في غضون 15 يوما من تاريخ تسلمه. مشتملات قانون العدالة الانتقالية 16، يجب أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية ألف الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية وفقا لأحكام هذا القانون ومخرجات المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية، ب آليات ومبادرات مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ج تدابير ووسائل جبر الضرر للضحايا ورد الاعتبار لهم، د الآليات والتدابير المناسبة لكشف حقيقة الانتهاكات بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة كحق غير قابل للتنازل لكل المواطنين دون تمييز، ه الضمانات القانونية والعملية بضمان عدم تكرار الانتهاكات بما في ذلك تدابير الإصلاح المؤسسي وفحص السجلات، واو تحديد الإطار الزمني المناسب والملائم لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية بما يحقق المصالح الوطنية والسلم الاجتماعي ويساعد على استرداد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واجبات رئيس واعضاء المفوضيه والموظفين وحصاناتهم. 17 يلتزم رئيس واعضاء المفوضيه وموظفوها بالاتي: الف مبادئ الحياه والنزاهه والاستقلاليه، ب واجب التحفظ واجب التحفظ ويتمنع ويمتنع عليهم افشاء اعمال المفوضيه او نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها، ويشري ذلك على كافه الموظفين، ويشمل واجب التحفظ المحافظه على سريه كل ما بلغ الى علمي من وثائق او بيانات او شهادات او معلومات او مواد حول المسائل الراجعه بالنظر للمفوضيه. جيم ينطبق واجب التحفظ على العضو المستقيل المتعاونين المتعاقدين مع المفوضيه. دال يجب على الرئيس واعضاء المفوضيه التصريح عن ممتلكاتهم وممتلكات ازواجهم وابنائهم لدى الجهات المختصه. ها يجب على رئيس المفوضيه والاعضاء الموظفين ان يتجنبوا كل تصرف او سلوك شانه يلمس اعتبار المفوضيه وهيبتها. حصانة رئيس واعضاء المفوضيه. 18 لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائيه في مواجهه رئيس المفوضيه او اي من اعضائه عن اي عمل يتعلق باداء واجباته الموكل اليه بموجب احكام هذا القانون. 2 لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائيه ضد رئيس المفوضيه او اي من اعضائه في اي فعل ارتكب اثناء ممارستهم لمهامهم او بمناسبتها الا بعد رفع الحصانه عنه بقرار مسبب من قبل ثلثي اعضاء المفوضيه على انه في حاله التلبس بالجريمه يجوز القبض على العضو المعني واحضار رئيس المفوضيه فورا بذلك. الفصل الخامس ده اخواننا برضو يعني ما طويل فهناخده معانا مره واحده. الفصل الخامس الاحكام الماليه الموارد الماليه المفوضيه. 19 تتكون الموارد الماليه المفوضيه من الاتي: الف ما توصله لها الدوله من اعتمادات ماليه، ب المنح والهبات والتبرعات غير المشروطه التي يوافق عليها وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي، جيم اي موارد ماليه اخرى بموافقه وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي. موازنه المفوضيه. 20 تكون المفوضيه موازنه مستقله تعد وفقا للاسس المحاسبيه السليمه. الحسابات المراجعه. 21 1 يجب على المفوضيه حفظ حسابات منتظمه وصحيحه وفقا للاسس المحاسبيه السليمه. 2 تودع المفوضيه اموالها في حسابات بنك السودان المركزي او اي مصرف اخر توافق عليه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. 3 ترفع المفوضية بيانا سنويا بالحسابات الختامية للجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية. 4 يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المفوضية أو أي مراجع يوافق عليه المراجع العام تحت إشرافه. سلطة إصدار اللوائح. 22 يجوز المفوضية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. في الاخر في اشهد ان مجلسي السياده والوزراء قد اجازا قانون مفوضيه العداله الانتقاليه سنه 2020 في الجلسه رقم يوم من شهر سنه 2020. الفريق اول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. اعتقد انه هنا ده الوجود ذاته بتاع الشهاده دي مع المجلس التشريعي المؤقت اليوم مجلس الوزراء والسياده يوري انه يعني كان يفترض انه يتعامل. فنفتح المجال للتعليق. ناخذ من البدايه استاذ بكر تفضل. شكرا لك كثير. حقيقه يعني لما نرجع في الاجتماعات المفوضيه لانه للان بنزل انا غايته ما واضح بالضبط المفوضيه ده عايزين في شكلها كيف وكده. فهنا لما يقول انه ده انا يعني يكون في اجتماعات دوريه على الاقل once a month، السؤال بيجي انه هل المفوضيه ده عندها ادارات مستقله وبعدها رئيس المفوضيه يجتمع مع الادارات ده كل وقت واخر عشان يشوف سير العمل ماشي كيف وكذا، ولا ده ما في ده واحد. والسؤال بيجي معه توالي انه يا اخي طيب هل المفوضيه ده في الفهم العام جلوبال وايز، يعني انك لما يكون في مفوضيه كوميشن هي في شكل وزارة أصلاً يعني جانب تنفيذي في حاجة محددة تنفيذية وكذا، وبالتالي عشان ما يكون عنده البيروقراطية الكثيرة بتاعت الوزارات التقليدية ده
بيعملوا الكوميشنز المفوضيات. السؤال انه هل يعني هسه الناس او وزاره العدل في ذهنها انه فعلا المفوضيه دي هتكون مستقله تماما من لانه في واحده من الاخوات قبل شويه سالت انه ليه المفروض يكون مستقله ما يمشي يرفعوا تقاريرهم لمجلس الوزراء ولا رئيس الوزراء وكذا. فهو هنا بيجي المساله بتاعت انه يا اخي اذا كان فعلا على حسب المفهوم العالمي للمفوضيات انه هي تكون مستقل وتنجز اعمالها حسب ما متفق عليه كويس، اذا ده في موجود هل عندها ادارات دواء؟ فالشيء لانه ده من ناحيه فيجب ان يكون ده واضح بالنسبه لنا يعني للناس وزارة العدل انه لازم يصحوا المساله دي. الاطار المفاهيمي للعداله الانتقاليه ده هو ده النقطه فعلا داير يجب ان يكون وضح بالضبط المفهوم الاطاري للعداله الانتقاليه يوضحه والاهداف بتاعته يكون واضحه وكذا. لانه هسه واضح لي انه كانه شاعر بانه في خلط برضه هسه بين واحده من الاخوات دخلت المفهوم بتاع العداله الاجتماعيه. هي في الواقع العداله الاجتماعيه ده الحاجه الاصل الناس عايزينها يمشي مستقبلا يعني، لكن ده ذاته محتاج انه يكون في قبلها عداله انتقاليه. العداله الانتقاليه يكون عنده فتره واحده، لكن العداله الاجتماعيه ده يجب ان يكون مستمره على طول. فهي النقاط الحسة يعني اخذت اخ دكتور انور مساله الفساد والعداله الانتقاليه دي والثالثه اللي هو عن الثالثه عن الـ عن الـ عن شنو الثالثه؟ الموازنه وكده. لا النقاشات الثلاثه المواد الثلاثه ما هو الفساد والعداله الانتقالية. نعم والسلام. شوف كلهم مرتبطات مع بعض، ما بتقدر تفصلهم. العداله الانتقاليه والفساد والسلام والعداله الاجتماعيه الاربعه دي، ولو في عندكم فرصه برضه هنا حقه تعملوا برضو عن ما عندنا اي مانع. نحن في معتبر البحثين الثانيين مستمرين طوالي العداله الاجتماعيه. نعم انا حستاذنكم شويه دكتور سامي صالح معنا هنا، ده حيدير باقي الجلسه لحد ما اجي راجع ان شاء الله. فواصل استاذ بكر قصدي انه سامي بس حيكون موجود. فهم الاربع هنا محاور ديل كلهم مرتبطات مع بعض، العداله الانتقاليه والعداله الاجتماعيه مساله الفساد علاج الفساد والسلام كلهم، لان السلام ما بيجي اذا ديل كلهم ما اتعملت، لانه ده الهدف الاخير. وديل الاستحقاقات بتاعت السلام. والسلام انا في تقديري انه نخطها بوضوح تام، المصالحه المجتمعيه في كل المجتمعات. حتى لو نكون مكابرين لو قلنا ما في يعني خصومات ما موجودة بين المجتمعات السودانية المختلفة وبين الأقاليم المختلفة بصفة عامة كده، عايزين له علاجهم بيتم في إنه يجب أن على ديل كلها إنها تكون يعني متكاملة، الناس يناقش فيه وكذا. ولكن بفهم واضح انه لازم نقص يعني المفاهيم دي لازم نكون واضحه
لما نتكلم عن العدالة الانتقالية يكون واضح للناس كلنا ان احنا نتكلم عن شيء محدد بكذا وكذا وكذا، وما بنغفل ارتباطه بالآخرين بالجهات الأخرى. فبالتالي هنا كلنا هنتكلم on the same page يعني. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا استاذ أبو بكر على النقاش يعني الواضح والتفصيلي. حقيقة قبل ما أدي الفرصة لأستاذة ماجدة الوحيدة رافعة يدها حاليا، في مرة نقطة في يعني أخذ المفوضية القرارات، وكأنه في الجملة ذكر إنه يعني السيمبل ماجوريتي لكن بتلتين تلتين المجلس. فأعتقد حكاية التصويت دي في ستاندرز المفروض تكون يعني موضوعة في الأمم المتحدة وكده، وعندها مسميات يعني بطرق معينة، يعني حكاية إنه سيمبل ماجوريتي دي في طريقة معينة وبروسيس معين. فما أعرف، أنا شايف طبعاً ما قانوني ولا كده، لكن شايف إنه الأفضل إنه يعني نستند لواحدة من الستاندرز بتاعت اليو إن وكده، بحكاية لما نقول سيمبل ماجوريتي خلاص ما نكتب تفاصيل زيادة إنه حنعمل كيف، نقول إنه حنرجع للرفرنس المعين بحكاية إنه هي يعني نشتغل بطريقة بتاعت سيمبل ماجوريتي أو أبسوليت ماجوريتي أو واتيفر، الطريقة اللي بيتفق عليها هي الأفضل لقرارات المفوضية والمجلس بتاعهم وكده، لكن ما يعني تكون واضحة، ما يكون فيها لبس عشان بعدك ما ندخل تاني في دوامة بتاعت إنه منو الرئيس يكون عنده صوتين، بيحصل شنو في حالة إنه يكون في تاي. فناخد ستاندرد دي وجهة نظري، وبس يا ريت لو داير اسمع يعني رأيك أستاذ أبو بكر في الحالات زي دي، إنه كيف يعني نحدد قرارات المجلس بطريقة بتاعت يعني الفوتنج بروسيدر الافضل الممكن نستخدمها. لا هو هنا مساله واضحه، هو الطريقتين بتاع التصويت لحالتين مختلفين. الاولى انه الدائر ثلثين العدد عشان ما يكون الاجتماع ذاته قانونيا، عشان ما هو قال لي يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المفوضيه بحضور ثلثي العدد. إذا التلتين من الأعضاء ما حضروا الاجتماع ما بيكون قانوني. سوين let's say إنه 9 أشخاص، تلتين 6 حضروا، لما يحضروا 6 خلاص النصاب قانوني تم، لأنه الناس ممكن يناقشوا أي موضوع. لكن النقطة الثالثة الدال اللي هو القرار لما يتخذ بالنسبة للناس الناقشوا، الناس الموجودين الأعضاء الموجودين الناقشوا اللي هو الستة ديل، هم اللي يصوت، هم اللي بحق لهم الصوت. هنا بيجي المسألة بتاعت الأغلبية البسيطة، يعني لو 4 صوتوا على شيء خلاص ذات ست. إذا التصويت بقى 3-3 بيكون الجانب الفوق الرئيس هو المرجح، ده المقصود. فهو في فرق يعني واضح، ما أعتقد إنه ما في لبس في المسألة دي يعني. أوكي شكرا 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 جزيلا أستاذ بكر للتوضيح الضافي. أستاذة ماجدة تفضلي. شكرا جزيلا. برضو أنا مهمومة بأنه المشروع بتاع قانون مفوضية العدالة ما تكلم عن القضايا النوعية، تارك كل التفاصيل للمؤتمر العام اللي هو إحنا عليه يعني question mark كتير، مين اللي هيكون المؤتمر العام، هيتعامل كيف، المشاورات اللي قبله، استقلالية برضو إذا كانت الميكانيزم اللي هسه تكلمت عنها وتكلم عنها أستاذ بكر بترجعنا لأنه 9 أفراد بتوعنا المفوضية اختيارهم الضمانات بتاعت الاستقلالية بتاعت اختيار أعضاء المفوضية، لأنه نحن في وضع شائك جدا، وضع فيه استقطاب سياسي وسيولة سياسية، وشوفنا تكوين الحكومة كيف، فمهمومين جداً باستقلاليات المفوضيات واختيار أعضائهم، شنو المعايير، شنو الضمانات بتاعت الاستقلالية، لأنه
هيديروا قرارات وهيصدروا قرارات، وزي ما انت قلت الميكانيزم بعد ده ممكن الناس تتفاوض فيها او يعني تتشاور فيها، لكن اختيارهم ذاتهم 9 أعضاء، لأن احنا شايفين الاختيارات في كل المسائل بتتم كيف، حتى على مستوى رئيس القضاء والنائب العام تمت كيف، اللي هو الارتباط بالمشهد السياسي العام الحاكم والشكل بتاع تداخل السلطات والتغول بتاع السلطات من اللجنة المجلس العسكري أو المكون العسكري جوا السيادة. ما بنحس إنه في مدنيين، مع إنه إحنا لما الناس اختارت يعني عدد أزيد في المجلس السيادي كنا بنفتكر للترجيح المدنية. أيضا في اتفاقية السلام كل الناس كانت داعمة عملية السلام باعتبار إنه عملية السلام تدعم المدنية، التحول للمدنية. المشهد بيقول غير كده، في عسكرة تامة، ملف الترتيبات الأمنية مرتبط بالعدالة الانتقالية، هو أضعف الملفات في اتفاقية سلام جوبا، هو ملف أنا بقول بأعلى صوت إنه تكلفت، يعني لأنه نحن كنا في ملتقى جامعة الخرطوم، التعايشي كان معانا وعلى الملأ قال إنه أضعف حلقة خلت الاتفاق يتأخر الوصول لملف الترتيبات، ولدرجة إنه أقرب إنه يمكن التعامل لهذا الملف مفوضية عشان نحسم الملف ده، مفوضية للترتيبات الأمنية. وبعد 3 أسابيع أو أقل اتفاق جوبا جاء، وواضح إنه ملف الترتيبات الأمنية فيه إشكالية كبيرة. ده برضو بيخلينا إنه زي ما قال أستاذ أبكر، إنه إذا كان العدالة مرتبطة بالسلام وبالفساد، أنا بقول مرتبطة بالإصلاح المؤسسي، إصلاح المؤسسي للقطاع الأمني اللي هيحسم لي قصة الميليشيات وهيحسم لي قصة الحركات المسلحة، ويعني تحولها لحركات مدنية أو حركات سياسية وتبر. لكن شنو اللي هيتم في ده كله؟ إصلاح الجيش أو بناء جيش قومي، ده برضو مرتبط بالترتيبات، وبرضو مرتبط لي بالعدالة الانتقالية، لأنه هو إصلاح مؤسسي لأكبر مؤسسة متهمة ومارست كثير جدا من الانتهاكات في الحروب اللي حصلت في مناطق النزاعات. يبقى إذن الإصلاح المؤسسي هنا مهم شديد، ودائما في العدالة الانتقالية بيقولوا إنه يعني لما نتكلم عن حفظ الذاكرة وعن التوثيق وعن غيره، مش لجبر الضرر أو للتعويضات أو كده، برضو عشان أوفر داتا للإصلاح المؤسسي، على أساس أستبعد أي زول أي فرد أو أي مؤسسة ساهمت في الانتهاكات أو كانت هي جزء من الانتهاكات. فلما نجي عمل الإصلاح المؤسسي، الملف بتاع حفظ الذاكرة أو البروسيس بتاع حفظ الذاكرة وبتاع التوثيق بيوفر لي القصة دي، فهي هتمشي متوازية المسائل، لكن مبدئيا في بيز بنتفق عليه وفي بيز بتاع الإصلاح لازم يتم. ده برضو مهم شديد أفتكر. شكرا. شكرا أستاذة مايدة. طيب لو عاوزين نلخص النقاط دي لو سمحت لي، بس نسيت نقطة صغيرة يعني ما حطول، اللي هي الحتة بتاعت النوع الاجتماعي أو القضايا النوعية زي ما قلت ما ظاهرة اللي هي الأراضي وغيره، لكن أنا بفتكر إنه الانتهاكات اللي تمت في كثير جدا وبالذات في مناطق الحروب كانت واقعة على النساء بشكل كبير جدا. ففي المفوضية دي لازم يكون عندنا وحدة بتاعت نوع اجتماعي تعالج الانتهاكات اللي تمت على النساء وتشوف المعالجات ويعني تتقصى وتحقق في الانتهاكات اللي تمت عشان عدم الإفلات من العقاب، وعشان تبقى عندها محاكم خاصة وتصنف كجرائم، يعني لأنه الاغتصاب استعمل كسلاح أثناء الحروب، اغتصاب النساء. فلازم تكون في هناك وحدة للنوع الاجتماعي، ما أكتفي بأنه يكون في مرأة أو 2 من أعضاء المفوضية، لا، عايزين وحدة كاملة للنوع الاجتماعي عشان تعالج الفجوات اللي حصلت في الانتهاكات والاغتصابات والأسلحة اللي استعملت ضد النساء. وإذا كان الفساد برضو أنا بفتكر الفقر برضو ومعالجة الاقتصادية مرتبطة برضو بالعدالة الانتقالية. شكرا.
شكرا شكرا. فعلا النقطة الأخيرة يعني نقطة مهمة جدا، وللأسف يعني حتى الأسلحة اللي استخدمت للإصابات ما بس ضد النساء، حتى يعني ضد الرجال في يعني بطريقة غريبة وبطريقة ما تشبه البشر. ويعني نتذكر ترحم على روح الأستاذ أحمد الخير. أنا داير بس يا أستاذ زميل دا أرجعك للنقطة الأولى اللي أنت ذكرتيها، وبعديها بنيتي كل النقاط الجاية بعديها. يا ريت لو عندك مقترح فيها، اللي هي اللي تكلمت عن استقلالية أعضاء المفوضية. طبعا في القانون يعني شفنا إنه كان في يعني مواصفات معينة للرئيس، فهل مقترحك هنا إنه يكون في نفس المعايير دي للأعضاء، ولا يعني كيف؟ طيب كيف حنقدر نحل الشيء؟ أنت عرفت الإشكالية، فهل عندك يعني مقترح معين إنه كيف نقدر نضمن به استقلالية الأعضاء؟ والله ما عندي مقترح معين، لكن دايما يعني احنا لما نتكلم عن استقلالية الأشخاص بنتكلم عن أول حاجة إن هم خبراء أو خبيرات في المجال المعين، لازم يكون زول يعني عنده خبرة. عدم الانتماء السياسي، مش الانتماء السياسي الحزبي، سوري، لأنه الانتماء الحزبي مختلف من الانتماء السياسي. كل زول فينا عنده خلفية سياسية وعنده ارتباط سياسي، لكن ما عضو في حزب. فأفتكر دي لازم تكون موجودة. برضو في أشخاص يعني ما يكونوا يعني في الانتهاكات، احنا ما حددنا يا ترى فترة زمنية هنعالج فيها العدالة الانتقالية، هل من الاستقلال ولا في الثلاثين سنة الماضية؟ فالحتة دي بتخليني توضح لي ارتباط الأشخاص بأنظمة الحكم، هل كانوا جزء من النظام الحاكم في فترة زمنية محددة كانت الانتهاكات فيها واضحة؟ يبقى إذن عدم الانتماء الحزبي ما يكون في نظام حكم معين، النظام في فترة زمنية بتاعت حكم كان فيها انتهاكات، ده مهم جدا. ومهم أيضا الخبرة أنا أفتكر. وغير كده إنه يعني دائما النومينيتد بتاع أي مفوضية أنا أفتكر ممكن يكون أكثر من 9، وتعرض على مشاورات برضه. ما احنا خلاص احنا في فترة بتاعت حريات وديمقراطية، وعندنا سوشيال ميديا بتوفر الحاجات دي، فممكن يتعامل يعني داتا صغير زي ما بيقولوا نافذة أو ويندو، الناس تطلع على الأسماء والناس تتشاور فيها، لأنه اللي أنت بتعرفه أنا ما بعرفه، لكن في ناس يعني السودان ده كبير والأسماء اللي عندها هتكون خبرة. ما هي الأساس إنه يكون خبير في المسألة، في المسألة المحددة دي، فهما ما هيكونوا كتار، لكن برضو غيري وأنا وأنت وغيرنا بنعرف هل هو مرتبط، لأنه أنا ما بعرف السودان كله، لكن في ناس كتار بيعرفوا يعني يتعارض وفي نافذة كده للمشاورات عشان نتفق على الشخصيات. شكرا. شكرا جزيلا. طيب يعني ممكن نقول بدون ما نذكر التفاصيل ان احنا محتاجين لمعايير للعضويه بتشبه المعايير اختيار الرئيس، محتاجين ل يعني فتره او نافذه زي ما سميتيها للطعن والتجريح تكون متاحه للعموم للببليك كده، فهمتك صح؟ اعتقد يعني اوضحت اكثر كمان. شكرا. تمام. طيب نفتح المجال للنقاش. حاليا يعني انتهينا من سرد القانون والنصوص، فحاليا النقاش يعني حول الموضوع عموما، ويمكن يعني ممكن ناخذ الجانب بتاع الواي فورورد. طيب يعني الخطوات اللي بعد جلسة القانون وكده، لو ممكن الناس تناقش فيها. انا معك دكتور انور ورجع معانا، ممكن تستلم الحوار من هنا. شكرا جزيلا دكتور سامي، كتر خيرك. صلي ظرف طارئ كده فاضطريت غبت، ان شاء الله الامور كلها طيبه. استاذنا ابو بكر، هل في التجارب اللي اطلعت عليها سابقا في رواندا وفي جنوب افريقيا وكده، من ما بيبدا تكوين المفوضيه لحد ما يبدا فعلا الخطوات بتاعت العداله الانتقاليه وانصاف الناس، احنا بنسمع بس عن من نيلسون مانديلا انه والله يا اخي عملت تروس اند ريكونسايليشن والحقيقه والمصالحه، وشكلها حاجه كانت مثاليه جدا وما كان فيها محاكمه، يعني ما في كان محاكمه جنائيه في التجربه بتاعت جنوب افريقيا. فمتى ينصف فعلا بالفعل، يعني نقول انه والله الضحايا تم انصافهم؟ اوكي، شكرا جزيلا. يا اخي، هو
فعلا انا التجارب الثلاثه دول الافريقيه اللي هو زرت المغرب وعرفت على الحاله اللي هم وقفوا فيه، ورواندا وجنوب افريقيا. في تجربه المغرب انه الملك هو نفسه طالب، هو ذاته طالب بانه اسس مساله بتاعت العداله الانتقاليه دي وكذا، وخدتها في حدود واحد انه هو ما يسال من الشلفات ده، ما يسال اللي قبله، وهو ابوه توفى الملك الحسن الله يرحمه يسال الحاجة. لكن وصل للتوصيات بتاعت اللجنة، أهم حاجة هو طبعاً لجنة التحقيق، لأن التحقيق ده توصياته هو وافق بأنه خلاص يفتح الديمقراسي في 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 المغرب وفي أحزاب. بعدها خدت لهم يا أخوة أنتوا كأحزاب مفوضين من الشعب نفذوا برامج بتاعت التنمية والمعاش بتاعت الناس، ما تدخلوا في حاجة اسمه في الدين ده كده يعني واضح، لأنه حسب مفهومهم هو 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 ال هو هو ال ال شنو الخليفة ولا anyway، وزول الرأي للدين وخرا. لكن أنتوا موكلين بالعمل العام هنا. This one في جنوب افريقيا يعني كان في فصل هنا ما بين الدين والدوله، مش كده؟ اي اكزاكتلي، ده الخط كده بقى كلير، يعني الفصل بين الدين والدوله وبقى واضح يعني في الراي. في جنوب افريقيا المهندس بتاعت هنا هو ديسموند توتو بتاعت المصالحه ده والعداله الانتقاليه اللي تمت هنا. بالتالي هو اتفق مع نيلسون مانديلا ومع ديكلير انه يا اخي هو يمشي في الاتجاه بتاع انه يكون في مصالحه ويجيب الناس اللي ارتكبوا، خاصه الشرطه اللي ارتكبوا جرائم اللا انسانيه، يجيبهم قدام الضحايا ويترفوا. ولكن شرط واحد انه هو لما يجي ويتكلم يقول انه انا عملت الاعمال ده على اساس سياسي، بالتالي هو من كده. لكن بالتالي هي من هنا على حسب فلسفتهم هم من هناك، هو ما بيجرم ما 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 يعني ما بيعاقب بجريمه جنائيه، بيجي بيعترف وبكون يعني بيكون ذليل كده قدام لو مسكنا كده بلاك اند وايت، هو كزول ابيض قدام السود اللي كانوا زمان الضعفاء كده، بيقف قدامهم والذليل كده ويترب ويقول كده سامحني. That happened لسبب واحد، لانه الفلسفه بتاعتهم انه لو قالوا يحاكموا البيوت وخاصه بالجرائم الجنائيه، الاقتصاد في يد البيوت، ممكن كلهم يعني يشيلوا أموالهم دو يطلوا ويخلوا البلد فقيرة. عشان كده عملوا المثل الحنيفين. This one. المشكلة ما عملوا هنا، عشان كده أنا كبير قلت لهم إنه حاجات دي كلهم مرتبطات، عدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، ما واصلوا هنا، ما خدتوا الأسس بتاعت العدالة الاجتماعية اللي هو السوشيال جاستس بالمعنى الآني ده، إنه ما خدتوه بالشيء الواضح على أساس إنه الفقراء دي لازم يحصل لهم نوع من الـ يعني تأمين الصحي وكده والكلام بشكل زيستنا. رواندا بيختلف من ديل، رواندا يس مصالح، لكن رواندا ده ما لازم تم فيه ولا زال المحكمة الجنائية، ما في محكمة جنائية لرواندا موجودة في أروشا في تنزانيا،
بيحاكموا فوق الناس يعني في بيحاكموا الناس لأنه يرتكبوا جرائم جنائية والعدد كبير جدا. عشان كده الاتحاد الأفريقي من الناس لجنة الهنايرة وصوا بأنه يكون في كم على الأقل 4 مستويات بتاعت محاكم including ICC. هو ICC بس لأنه ما هيقدر يحاكم أعداد كبيرة يمكن في وجه النظر موكد داك أو في تقرير كان موجود أنه في زي 51 متهم مع النظام البشير ذات الكيس. لكن المسألة هو أنه الإرادة السياسية بالضبط. عشان كده أنا بفتكر أنه هسه دي بالنسبة للوضع هنا في السودان يجب أن يكون الأمور واضحة. بذكر يمكن واحدة من الأخوات أفتكر ماجدة ذكرت عن الإصلاح المؤسسي أو المؤسسات يصدم موجود من ضمن العلاجات اللي بتعمل إنه وهو مذكور لكن بخجل كده هنا في الهنايدبور. لكن هذا يكون واضح بإنه جبر الضرر والمناصب التذكارية including مثلا متاحف ويوم للذكرى حاجة بالشكل ده والناس فقدوا كل شيء أي شيء يحصل لهم تعويضات معقولة ما معناته إنه يحصل يرجع لهم أي شيء تعويضات جماعية مثلا كمثال في مثلا في دارفور لو مثلا مدارس دمرت ودي حصل فعلا مساجد آبار مستشفيات ومسجد ده ما حناي شنو جماعي تعويض جماعي ده اللي يحصل لهم إعادة حناي بين تشكيلهم وكلام بالشكل This is more. الحاجة المهمة في دير كلهم طبعا هو الإصلاح المؤسسي خاصة الشرطة والمؤسسات العدلية دير هنا. وفي ده برضو القوانين يجب أن يكون لأنه مصاحب إذا يمكن يكون في قوانين سيئة عشان كده الناس الموجودين أو كان الشرطة ولا كان قضاء استخدموها لأنه هي سيئة واستخدموها وعملوا فيه الجرائم ضد الإنسانية دي ودي لازم يصلح. إذا كان الحاجة الثانية المهمة برضو المسألة بتاعت الإعلام عشان المجتمع نفسه لازم يوعى ويكون عنده القابلية إنه to speak out وكده يعني لازم يعني ما نكتمها والله يا أخي أنا شفته فلان عمل حاجة كده يا أخي يعني حسها في السودان يا أخوانا مثلا في البص ولا حاجة بشكل شكله يا أخوانا باركوها كده ده لازم ينتهي ويكون في وده جزء من التربية الوطنية اللي هو إنه ناس يكون عندهم حب الوطن بالتراب البلد ده ده الحاجات الان. فعلى كل حال انا داير اقول في انه يجب ان يكون بالنسبه لل يعني يكون واضحه انه العداله الانتقاليه ده يكون عنده اهداف حقيقه يعني واضحه من ضمنها انه يا اخي العداله الانتقاليه هنعملها عشان ما يعني نطبق الديمقراطية بالطريقة الصحيحة. اثنين إنه هو واجب أخلاقي لابد إنه يحصل وهنا لابد إنه يكون في شيء يدعمل على أساس إنه المسائل دي خاصة زي ما ذكرت أخت ماجدة موضوع بتاعت الاغتصابات دي وكده وهنا يجب أن يكون في كونسلنج لأنه هي في الحالة ده أنت مش المرأة لوحدة براءة اللي حصل لها حماية لا المجتمع اللي حولها أسرتها ولو لا حصل مثلا جابت
انجبت من طريق الهنايتي دي، لابد انه يحصل نوع من الكونسلنج للناس دي عشان ما حد مساله بتاعت انه شغل ده ما في طريقه نتجاهله. يجب ان يكون في هناك اسم يعني متاحف، يكون ايام للذكرى وكده. اهم ما في الامر هو أنا للتفادي المشاكل ده مستقبلا. اهم ما في الامر في 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 من اهداف أنا عندك تعمل شيء عشان ما مستقبلا ما يحصل تاني وكده. يعني ده الحاجات اللي افتكر انه ناس يركز عليه. وانا بفتكر انه بتوصية ايوه في نقطه ثانيه مهمه اللي هو، ودي قالوا ناس اللجنة الخبراء بتاعت، إنه يجب أن يكون العدالة الانتقالية يطال أي إنسان، أي مسؤول بما فيهم الرؤساء نفسهم، وأي زول يعني شخص عنده حصانة دبلوماسية أو حصانة سيادية يشال من طالما جاء في مسؤولية. يعني كمثال الآن لجنة أديب يفترض أنه يسأل يجيبوا كباشي ويجيبوا حميتي للمساءلة، وافتكر حسب ما بعرف لكن حسب ما عرفت أنه هناتهم يتأجلت مرة ولا مرتين وحاجة بالشكل ده. وانس انه لجنة الأديب قال ان احنا دايرين نستجب شمس الدين على طول، لا يجب ان يتشال منه الحصانة السيادية ويجب يستجب بعد يرجع له، ولا اذا هو بقى مدان خلاص تمام يمشي. ونفس الشيء لحميتي نفس انا يعني. فدي الحاجات اللي أنا يجب ان يكون يعني حاسه هنا برهان موقع عليه، ده يجب ان يقول ان يكون في حاجه واضحه بما فيهم حتى البرهان. لو في سؤال او في شيء بيطاله او يجب ان يكون مفهوم للناس. ده نقطه اخيره ده نقوله، انه يكون مفهوم للناس كلهم، للضحايا يعني اللي ارتكبوا الجرائم وكده، انه العداله الانتقاليه مش للتشفي ابدا، هي ما للتشفي. اذروايز اذا كان هيقال بيسوون بقوانين اخرى، يعني ما بالتشفي، هي لعلاج عدم تكرار هذه المآسي مرة أخرى، وإنه الناس يمشوا للسلام الدائم في البلد وهو التعايش السلمي وكذا. وشكرا يا أخ، معلش لو أطلت عليك وكذا. لا بالعكس، يعني شكرا لك أستاذنا بكر أبو البشر على المداخلات القيمة، وأعتقد أنه دي كلها هتفيد إن شاء الله الناس الواضعي القانون، لأنه هم طلبوا أصلا مناقشات وطلبوا، ونحن تلقينا المبادرة وبدينا هو بتنظيم الورش دي. أمس ناقشنا مفوضية مكافحة الفساد، واليوم بنناقش مفوضية العدالة الانتقالية، وبكرة إن شاء الله هنناقش مفوضية السلام. والدعوة لكم جميعا يعني في نفس المواعيد. فندي فرصة أخيرة للأستاذة ماجدة، لأنه إحنا بعد عندنا إيفنت طوالي بعدها عن يوم المرأة. تفضل يا أستاذة ماجدة. شكرا جزيلا. انا حابه اقول انه لو احنا بدينا نقاش عن مشروع لمفوضيه عداله انتقاليه وفتحنا الحوارات وكده، بالضروره نشوف المشهد الحاصل في شنو. يعني مثلا احنا بنتكلم عن حفظ الذاكره، بنتكلم عن ايام تتعامل للشهداء او للضحايا، وبنتكلم في نفس الوقت القصة الانتهاكات الأخيرة اللي هي قريبة للذاكرة شديد في ذاكرة الشعب السوداني وجدانه، اللي هي فض الاحتصام والأحداث الأخيرة. الشباب والشابات الرائعات الفنانين ابتدوا يرسموا جداريات
في مناطق محددة إحنا شفناها. شوفوا الانتهاك، إحنا نتكلم عن عدالة انتقالية ونحن هسي في قمة الانتهاكات، إنه بنلقى إنه الجداريات دي تاني يوم ضربت باللون الأبيض، وده لو ما منعوهم في لحظاتها، يعني أنا ما عندي إثبات إنه منعوا في لحظاتها، لكن عندي إثبات. أنا من الناجين، أنا شخصياً من الناجين من مجلة فرد الاعتصام. أيوة. وأدليت بالشهادة بتاعتي أمام لجنة التحقيق اللي هي لجنة نبيل أديب يوم 6 يناير 2020 في مركز تدريب سودان إيرويز، وعملنا بلاغ جماعي برضو من بتوكيل محامي وكده. فنحن عارفين كويس الحصل شنو والعمل منو، وبنتابع بصورة يومية. العدالة الانتقالية عندنا فيها زي يقولوا مصلحة أصيلة في الموضوع، يعني الكلام ما سياسة، إنما الكلام صح. وأنا بتكلم الحتة دي بقولها للشعب العادي اللي هو مرة بالمواصلات، مرة برجلين وعلى حيطة معينة أو جدار معين، وليقى صور للشهداء مرسومة بشكل فنان جدا، وده نوع من الهيلينج يعني للضحايا. ثاني يوم بيجي يلقاها بيضة، بيلقاها اتضربت. وهذا اللي بنتكلم عن إنه قطاعنا الأمني كله، إذا كان شرطة ولا مخابرات عامة ولا قوات عسكرية، كلها هي بتحاول تزيف الحقيقة وبتحاول تمحو من الذاكرة. فإحنا كيف نتكلم؟ فلازم هسي الحاصل الآن إنه يكون في فعلا مناخ متاح، مش حريات فقط، مناخ متاح لضمانات إنه الناس لما تيجي تبدأ بروسيس زي حفظ الذاكرة، زي جداريات، زي أيام، زي ميوزيوم، زي أي شيء، إنه ما 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 تقابل بقمع. أو إذا إحنا عندنا مشكلة، عندنا دولة بوليسية لسه ما زال، ده ما انتقال، يعني ده ما انتقال. أنا بتكلم على المواطن العادي اللي هو يعني شاف صورة محددة وجاء ثاني يوم رسمها. وين هي العدالة دي؟ أنا عارفة إنه الناجين والناجات، وعارفة إنه في حراس كثيرين جدا للمدنية إن شاء الله وللانتقال، لكن أنا بتكلم عن يعني كيف هو ديل الناس الحاكمين لنا. ده قطاع كبير جدا، مؤسسي موجود ما فيه إصلاح، وبالعكس بيمارس بطش. وشفنا الاعتقال، وشفنا نوري، وشفنا الاعتقالات الحاصلة، وشفنا كم زول عنده سلطات بتاعت اعتقال ما جهز. ده دي حاجة حاجة جميلة جدا قالها أستاذ بكر، وعايزة أأكد عليها، وكنت متمنية إنه مع يعني بكرة في الكلام عن السلام نشوف الحتة دي، الحتة تحت التعويضات الجماعية، لأنه الانتهاكات الضحايا كتار جدا وعلى مدى تاريخي وطويل، فما حتقدر تقدر تعمل تعويضات فردية. في تعويضات حتكون فردية، لكن التعويضات الجماعية بتاعت التعمير زي ما قال أستاذ بكر، بتاع بناء مستشفيات، بتاع كده، ده بيخصص لها جزء من الميزانية. والموازنات اللي احنا شفناها كلها ما فيها أصلا حتى كلام عن المفوضيات، ولا إنها فيها فند محجوز لأي معالجات بتاعت انتقال يعني. فأنا ما عارف الموازنات دي حتجي من وين. مشكلة كبيرة إنه ما توفر في الموازنة بنود محددة لمعالجات محددة. الحتة الأخيرة بتاعت تطبيق الولاية العالمية والقضائية ما يخوفونا بها، نحن عايزين قانون دولي، عايزين يعني عدالة، ونعزز مبدأ الإفلات والعقاب بتطبيق القانون الدولي عشان تبقى زي رواندا. يعني أنا بميل جدا، لأنه زي ما قالوا جنوب أفريقيا كانت فيها مسحة دينية، مسحة بتاع التسامح، القساوسة قاموا بدور كبير جدا في المسألة بتاع الانتقالية في جنوب أفريقيا، لكن رواندا حصل فيها زي ما قال المحكمة في أروشا، ولحد الآن في تنزانيا في المحاكمات. وعشان كده بنقول إنه تطبيق الولاية العالمية القضائية وتطبيق القانون الدولي مهم جدا. شكرا. شكرا جزيلا. وإحنا طبعا فعلا دارين إنه يعني ما يكون عندنا أي ثقة في تطبيق العدالة الانتقالية، لأنها هي عدالة انتقالية. يعني إذا كان لجنة التحقيق في فضل الاعتصام كان عندها فترة زمنية محددة، يفترض أنها ترفع التقرير بتاعه وتعلنه، والآن إحنا فاشين فوق السنة، فتأخير العدالة هو ظلم. يعني تأخير إنصاف الضحايا هو الظلم نفسه. فنحن إن شاء الله بكرة هنواصل في اليوم الثالث اللي هو مناقشة مفوضية السلام، لكن ما هنجيب هنا ده زي ما تفضل قبيل أستاذ أبو بكر عن إنه محتاجين نناقش موضوعات أكثر in depth، لأن إحنا فترة بتاعت انتقال، محتاجين وعي، محتاجين مواطنة فعالة من جانبنا كلها. لو لقينا أي حاجة الناس نناقشها بصورة يعني inclusive
كل الناس عندهم مقعد في التيبل هنا ده في مجموعة الباحثين السودانيين على أساس إنه ده مستقبل مشترك ومصير مشترك. فالحد بكرة إن شاء الله الساعة 7 نشكر أستاذ أبو بكر أبو البشر وأستاذة ماجدة ودكتور بروفيسور أحمد مكاوي دكتور سامة صالح وجميع ودكتور هيام عبد الرحيم وجميع من تداخلوا وكذلك الناس التابعة عبر مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك. لحد بكرة إن شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.